باهي باش نرجع بيك البداية نتاعك بلا ملو بالكل. نحكيو شوية على أول نهار خممت فيه باش تمشي تستي في جامعة ريانا ظهرلي. تحكي لنا كيف جات الفكرة وقتها في النهار هذاك كيفاش؟ والله ما نتفكرها كيما توا الحكاية، معناتها مشيت نقرا ومروح معناتها، والعشية وعندي خويا أكبر مني بعامين يترانا في ريانا معناتها. كهو مشى هو يترين وانا لا، معناتها درا حسيت هالحكي في معناتها العشيه ماشي نقرا، ما مشيتش في ساعه من المكتب من السنه الاولى. مشيت لريانا بس بدري بمنديلتي بحواجي كل مشيت معناتها انتستي يا اخي، معناها ما فماش العمر نتاعي وقتها في ريانا، معناها تستيت مع اللي اكبر مني ياك. ومن بعد ترانيت بس بدري بالكل، عجبتهم قالوا لي وقتها جيبك تصور وك الحكايات. مشيت للدار معناها حالتي كيكة مش بدري تقطع وكل شيء. دخلت لامي قلت لها نحب تصور ونحب، نسيت وقتاش قالوا لي بالضبط تصور وما نعرف شنو. راهو قبلوني في ارينا، قالت لي تفضل. قلت لها والله العظيم هيك غدو نفس الحكايه. يا اخي جي وقت نتفكروا عم حسن هذا عساس معناها في المكتب نتاعنا، قال لها راه ولدك يجي الصباح ولا شيء ما يجيش هكا، وعرفوني اللي انا معناتها نفس عمل قرايه ومشي نترن كميه قرايه قدت لوني بالريحه كا. وهذيك هي البدايه. باهي بعد التحول الافريقي كيفاش جاء من ريان؟ والله التحول الافريقي معناتها انا من اللي انا صغير معناها نحب النادي الافريقي، مشيت كيب ناسيونال من اريانا، بعد حبوا عليه الجمعيات الكل، خيرت النادي الافريقي وقتها. شكون حب عليك وقتها؟ ليتوال والاسبيرانس وصفاقس. ديجا وقتها لونترونور نتاع الاسبيرانس يجيني للدار، هو من اريانا وقتها كان يراني في الاسبيرانس، كان يجيني للدار. قلت له ليه راني ما نحبش نمشي، راني انا نحب النادي الافريقي، نحب نلعب في النادي الافريقي. ومن بعد بابا حبوا يقنعوه باش نمشي النجم الساحلي معناتها، فهمت؟ قلت له ليه راني انا كان مانيش ماشي النادي الافريقي راني باش نبطل. وقتها بابا خاف شوي وكل شيء، تحولت للنادي الافريقي. ما ندمتش؟ لا ما ندمتش عمري، لا باش ندم.